ما هو حزام أوريون؟ وإيه علاقته بعمر الأهرامات؟ أهلا بكم مع صفي الدين. سنة 1979 كان في مهندس مدني بلجيكي اسمه روبرت بوفال، كان رايح للسودان للعمل في أحد المشروعات. أثناء انتظاره للطيارة كان بيقرأ في كتاب اسمه لغز نجم الشعرى لكاتب اسمه روبرت تيمبل. الكتاب ده كان بيتكلم عن معتقدات قبائل في أفريقيا اسمها قبائل الدوغون. القبائل دي كانت كل 50 سنة بتعمل طقوس ورقصات مشابهة لرقصات نجم الشعرى في السماء. كانوا بيعتقدوا أن الطقوس دي هتعمل اتصال بينهم وبين الأموات في السماء. فالشعرى عبارة عن نجم توأم، يعني نجمين مش نجم واحد، معروفين باسم سيريس ألف وسيريس ب، وسيريس ب كان يدور حوالين سيريس ألف دورة كل 50 سنة. وده معناه أن قبيلة الدوغون كانت على علم بالسر ده وكانت تعمل طقوسها على هذا الأساس كل 50 سنة. الغريب أنه سيريس ب تم اكتشافه من 150 سنة بس، مستحيل تقدر تشوفه بالعين المجردة، وإحنا ما قدرناش نصوره غير عام 1970. السؤال هنا هو قبيلة الدوغون عرفت السر ده إزاي مع أنها قبيلة بدائية؟ والموضوع ده بيتطلب معرفة كبيرة بعلوم الفلك. هنا اعتقد روبرت تيمبل أنه المعلومات الفلكية اللي عند قبائل الدوغون متوارثة من آلاف السنين من عند قدماء المصريين، وان معرفة سر نجم الشعرى لازم يبحث عنه في تاريخ مصر القديمة. وده اللي دفع روبرت بوفال لقيامه برحلة استغرقت من عمره حوالي 10 سنين، وبدأ رحلته بالمتحف المصري في ميدان التحرير. شف المتحف المصري صورة للأهرامات متاخدة من منظور عالي، قعد يتأمل فيها فترة كبيرة جدا، وخطر في باله 3 أسئلة. السؤال الأول، ليه على هضبة الجيزة مفيش غير 3 أهرامات بس؟ ليه مثلا ما يبقوش 2 أو 4؟ الإجابة الموجودة في المراجع أن الأهرامات دي مقابر ملوك الأسرة الرابعة اللي اتبنت سنة 2500 قبل الميلاد تقريبا، وأن ال3 أهرامات دول خاصين بالملك خوفو وخفرع ومنكورع. السؤال هنا، الملك خوفو ليه ابن اسمه جد فرع؟ ليه ما بناش هرمه في منطقة الجيزة وبناها في منطقة أبو رواش؟ وبرضو الملك منكورع ليه ابن اسمه شيبسيس كاف؟ ما بناش هرمه في منطقة الجيزة وبناه في منطقة سكارة. السؤال الثاني، ليه حجم الهرم الثالث صغير جدا بالنسبة لحجم الهرم الأول والثاني؟ الإجابة الموجودة في المراجع أنه الملك منكورع بنى هرم أصغر لتقليل التكاليف، لكنه تفسير مش مقنع بالمرة، لأنه الهرم الثالث بيحتوي على عدد كبير من أحجار الجرانيت الأحمر بأحجام كبيرة جدا، لأن الجرانيت الأحمر بيجي من على بعد 1000 كيلومتر من أسوان، ونقله تكلفته صعبة جدا. يعني هو فعلا عمل هرم أصغر بس بخامات أعلى وتكلفة أكبر. طب لو فعلا هو عايز يقلل التكلفة، ليه ما بناش الهرم الثالث بنفس مواد وخامات الهرم الأول والثاني، أو بناه من الحجر الجيري مثلا؟ السؤال الثالث والأخير، وده كان أكتر سؤال مزعج لروبرت، هو ليه الهرم الثالث مش على محور الهرم الأول والثاني؟ هتلاقي في المراجع أنه الناس فسرت ده بسبب جيولوجيا التربة، وقالوا أنه الهرم الثالث لو اتبنى على محور الهرم الأول والثاني كان حصل له تصدع وانهيار، بس مفيش دليل قوي على الموضوع ده. لسنين احتار روبرت في الأسئلة دي، وكان في قرارة نفسه كمهندس مدني متأكد أنه الأهرامات مبنيين على تصميم واحد في لوحة واحدة، يعني أكيد في لوحة تصميم رئيسية للأهرام دي، بس محدش عارف اللوحة دي فين ولا حد قدر يجاوب على السؤال ده. لحد ما كان في يوم من الأيام في رحلة عمل في السعودية، وكان في أجازة نهاية الأسبوع، وكان طالع رحلة سفاري مع أصدقائه، وكان في ليلة بيتمشى مع صديقه الفرنسي اللي كان عنده معرفة بالمجموعات النجمية، وشاور له على مجموعة نجمية وقال له دول هيبقوا 3 نجوم بس مش على خط واحد، وأصغر واحد فيهم هيبقى بعيد عنهم شوية. بص روبرت للمكان اللي كان بيشاور عليه صديقه وصرخ وقال أخيرا حليت اللغز، أخيرا حليت اللغز، أنا شايف أهرامات الجيزة قدامي. وهنا ينتهي الجزء الأول من الفيديو بتاعنا، وهنعرف في الفيديو الجاي إيه السر اللي اكتشفه روبرت بإذن الله. وكالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.